المتابعه كابتن ياسر هل هي بتبقى مباراه او اتنين ولا انت النهارده بتعمل بقى متابعه بشكل اطول بقى؟ لا النهارده بتتابع مبارياته كلها. احنا لازم احنا غير احنا بنتابع زي حضرتك بتتكلم كده احنا متابعينه كده بس احنا بنشوف برضه احتياجات قطاع الناشئين ايه. كويس. في فرقه تقول لك مواليد معينه تقول لك انا عايز سيرد باك في 2001. عايز فرود في 2004 او 2003 الوقت. يعني بيحصل عمليه تنسيق الاول. لازم مع كابتن يعني انت النهارده بتدور او عينك بتتفرج انا عارف احتياجات القطاع مثلا محتاج طبيعي. مهاجم محتاج مدافع ابدا اركز طبيعي كابتن فتحي بيقول لنا احنا محتاجين في المواليد دي اللي حارس مرمى فيرود سيرد باك بس برضو ما يمنعش اللي انا لو ظهر قدامي لعيب بيلعب في مركز تاني غير اللي هو اتقال لنا طبيعي احنا لازم نتابعه طبعا انت عارف احنا كمان احنا مشكله خطيره بتقابلنا في مصر كلها ايه هي احنا اول حاجه حتى انت ما بتروح تتفرج على لعيبه على لعيب الكوره بتبص على الجانب المهاري ايه ده لعيب كوره كويس طب انت في لعيبه سيرد باك بيبقى امكانياته الفنيه او المهاريه مش زي اقل فاحنا كنادي الاهلي كمان كانت طول عمرنا في الاجيال بنركز على اللعيب المهاري حتى لاحظ احنا ان الحته الدفاعيه عندنا بتبقى مش مايلين لها قوي احنا بنميل للشق الهجومي ليه النادي الاهلي بيلعب على الكره الهجوميه فالفتره دي اعتقد ان احنا بنبص على حارس مرمى بنبص على سيرد باكات بنبص على باك رايت على ديفندر على راس حربه المراكز دي اللي بتبقى الاغلبيه المطلوب بس برضو من خلال رئيس اللجنه عندنا كابتن فتحي والتنسيق مع قطاع الناشئين بيقولوا احتياجاتهم ايه واحنا بنجتهد مع نفسنا ان شاء الله